فانت شايف من وجهة نظرك هو الدوري مسرحية هزلية فعلا ولا بطولة مهمة هي اقوى بطولة محلية؟ الدوري مسرحية في حاجة واحدة بس، مسرحية في ان البعض هو دوره في بطولة الدوري دايما الادوار الثانوية او الدور الثاني، وخليني اقول الدور الثاني وان كان ده مجازا، حتى الدور الثاني او السبورتنج رولز في العالم كلها بيبقى ليه قوة وليه تأثير في المشهد، وان كنت انا لا ارى ذلك في الدوري، ولكن على اعتبار وعلى فرضية ان انت ليك دور. اللحظة اللي بتحس فيها انك بقيت البطل او شبه بطل حتى أسامة، بتكون هي اللحظة اللي انا ببدأ او هو بيبدأ يغير فيها كل اللي بيقوله وبيردده، ما بين دوري محسوم مسبقا، ما بين دوري فيه كذا وكذا، ما بين لحظات بيقول فيها حتى ان التأجيلات دي هتضره، تبدأ لا انا هقدر اوسع الفارق، بضغط وبيتقال دلوقتي اصل النادي الاهلي عنده عدد من الماتشات ما تضمنش هيحقق فيها ايه، والحديث الداخلي يا اسامه اللي في نفس البعض اللي ما بيتقالش الهوى ان كويس قوي ان احنا الفارق ده موجود ومصدرين الضغط ده للنادي الاهلي. الحديث اللي بيتقال على الشاشات هو في دوري في فارق المباريات دي، وكأن النادي الاهلي مستفيد من فارق المباريات، وانا باكد ان النادي الاهلي هو اكبر متضرر من فارق المباريات ده. النادي الاهلي فارس بيدفع ضريبه الوصول للمباراه النهائيه وتمثيل مصر، تمثيل مشرف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأعظم في القارة، ربنا يكملها على خير إن شاء الله ونحقق البطولة الثانية على التوالي. لكن النموذج الثالث، ما هو أصل مباراة بيراميدز كان لها فوائد، إحنا صحيح زعلنا جدا، صحيح التعادل كان سيء جدا، والسيناريو بتاع المباراة كان مش ظريف لجماهير النادي الأهلي، وبالتأكيد أحزننا، لأن مش ده مع احترامي طبعا الكامل لفريق بيراميدز اللي يقدر ياخد نقطة من النادي الأهلي، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل. لكن السيناريو اللي حصل خرج ثلاث نماذج متصيدين للنادي الأهلي. فاكرين النادي الأهلي لما وصل نهائي أمام الترجي إيه اللي حصل؟ إعلام بالكامل حشد نفسه لمحاولة شحن إعلام التونسي، شحن لاعبي الترجي التونسي على فكرة الخطابات المزيفة. فده اللي بيحصل دلوقتي، البعض بيحاول يرتدي عباءة الكابتن سيد عبد الحفيظ، ايوه اللي هتسمعوه في قنوات تانية، فكرة ان هو حاول يشتتك باي طرق، هو محاولة لارتداء عباءة الكابتن سيد عبد الحفيظ، بالتأكيد هي كبيرة عليك، مش مقاسك ومش هتقدر تلعب الدور ده لا مع النادي الأهلي ولا مع جماهير النادي الأهلي، لأن الكابتن سيد لما بيتكلم بيتكلم بموضوعية، مش بيتكلم مجرد كلام، عاوز يؤدي بيه دور، وهو معروف لما بدأ يحاول يؤدي أدوار أمام الشاشة بس في السينما كانت الأدوار فاشلة. نفس اللي هيحصل إن شاء الله في محاولة تشتيت جماهير النادي الأهلي عن التركيز ودعم الفريق حتى نهائي أفريقيا برضو هيفشل فيه. فبلاش تلعب أدوار مش أدوارك وتلبس بدل هتكون كبيرة جدا جدا عليك. أعتقد يا أسامة العقلية أصلا نفسها بتاعة الأشخاص دول هي عقلية ارتجالية، هو بيحاول يصدر لك مشكلة أو أزمة، وده اللي مهم لما نروح بقى لنقطتنا الرئيسية إن احنا نفهمه. الأشخاص دول عندهم يا أسامة مجموعة من الأفكار والقناعات الزائفة، بمعنى إيه؟ هو داخليا مقتنع تماما إن هو متناقض، ولكن هو بيطلع عليك على الشاشة يطرح طرح غير موضوعي، زي ما احنا بنتكلم دايما أنت مش حابب اطلاقا انك تتناول الاشخاص دول، لان زي ما احنا كمان متفقين دايما قيمه النادي الاهلي اكبر بمراحل من قيمه الاشخاص دول او اننا نتناولهم، ولكن انت قلت نقطه مهمه جدا، هو بيستغل الادوار دي عشان خاطر يحاول يوديك لحته تانية ويوجه مسار بطوله او يمارس عليك ضغط. دورك كاعلام النادي الاهلي ان انت توضح الموقف عشان الضغوط دي ما تمارس والبعض ما يحققش اهدافه منها، مش انت بترد عشان خاطر انت هامك الكلام اللي بيقوله صح او غلط اطلاقا والله، ولكن ده منبر النادي الاهلي اللي معني بان هو يوضح الحقائق زي ما هتشوفه معانا النهارده. بس قبل ما اوضح الحقائق خلينا ناكد على ان اللي فشل في السينما امام الشاشه في لعب ادوار صغيره صعب جدا ينجح ان هو يلعب دور الكابتن سيد عبد الحفيظ.